السلام عليكم كلنا متابعين الحالات انتشرت لأقصى حد أعلى وفيات في التاريخ في العالم كله في بريطانيا الدنيا كلها قفلت مصر مش عارفين موجة تانية ولا هو الوباء وصل لأقصاه استشارات كتير بتجيلي نهار وليل وانا بصراحة محبش أعمل النوع ده من الفيديوهات اتكلمنا قبل كده كتير في فيديوهات عن كورونا محبش اتكلم عن العلاج في فيديو لأن الموضوع ممكن يتاخد بشكل غلط ناس توصف لنفسها الادوية اللي هنتكلم عليها وتعالج نفسها وده خطر جدا إذا تم بدون رجوع لطبيب لكن السبب إني قررت اعمل الفيديو ده إن ان نفس الاسئلة بتجيني هي هي نفس الاستشارات بتجيني من المرضى اللي عرفهم في مصر نفس الادوية اللي كتير منها للأسف غلط بتتسأل بنفس الطريقة ولازالت بتتاخد من 7-8 شهور لغاية دلوقتي نفس الادوية اللي كتير منها غلط للأسف الشديد لها اثار جانبية بتضر المريض ومثبت بالعلم انها ما بتنفعش كوفيد وللأسف لازال بعض الاطباء بيكتبوها يمكن لاول مره هحط مصدر طبي في الروابط تحت الفيديو هحط روابط لاب تو ديت وده يمكن اكبر مكتبه طبيه او احدث بوينت اوف كير او نقطه مصدر معلومات طبي مركز مبني على الدليل كل الاطباء عارفينه طبعا في العالم وده بيختصر خلاصه الابحاث اللي تمت طول السنه اللي فاتت طبعا مش ده المصدر الوحيد بتاعي انا طبيب بعالج كوفيد كل يوم في المستشفى بقالي اكتر يعني داخلين في سنه اهو ولكن اب تو ديت مصدر كافي لاي طبيب طبعا زي ما حضر زي ما الاطباء اللي متابعيني عارفين ولاي باحث انه يضوق يقرا اب تو ديت وبعدين يشوف المصادر اللي اب تو ديت جايب منها هسيب لكم الروابط بتاعه اب تو ديت في الوصف الفيديو هخلي الفيديو في شكل نقط كل نقطه مهمه ولو نقطه معينه حضرتك عايز تروح لها هتلاقي لينك في الوصف اضغط عليه توصل للدقيقه او الوقت اللي فيه النقطه دي وان شاء الله يكون ده اخر فيديو نعمله عن كورونا وان شاء الله الوباء ده ينتهي قريبا ونرجع بقى نتكلم من الفيديو الجاي ان شاء الله في طب العك اللي انا وانتم بنحبها من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب بطن والكلى قناة الدكتور <applause> رقم واحد هل انت عندك كوفيد اثناء انتشار الوباء اي كحة عطس برد اعراض انفلونزا سخونية تكسير في الجسم فقدان لحاسة الشم اي اعراض اللي بنقول عليها برد في الطبيعي اعتبرها كوفيد مفيش حاجة اسمها برد من المروحة مفيش حاجة اسمها برد عشان نمت في التكييف لو بتكح او سخن او تعبان اعتبره كوفيد واعزل نفسك ما تأذيش نفسك وتأذي غيرك ايوه صح النوم في المروحه او في تكييف مباشر ممكن يجفف الاغشيه المخاطيه وده بيخليها تعمل افرازات اكتر لان ما بقاش فيها سوائل كفايه وده يخليك تكح وتحس بخنقه او او ان مناخيرك مسدوده ممكن يعمل انقباض او سبازم في العضلات وده يعمل لك الم في العضلات لكن دي بتبقى حاجات مؤقته ومحدده وتشرب لك شويه سوائل دافيه بس ترطب الاغشيه المخاطيه كل ده بيروح لكن تلاقي نفسك صاحي تعبان بتكح وسخن وتقول يا ترى نمت في المروحه لا ده كوفيد اعزل نفسك وابعد عن الناس ما تقلقش مجرد تعزل نفسك بس وتشرب شويه سوائل وترتاح 80 ل 90% من الحالات بتخف لوحدها مش مطلوب منك تعمل اي حاجه رقم اثنين المساحات النات او المساحات اللي هي او السواب او المسحه اللي هي بتاعت الانف او الحلق اللي هي بندور فيها على الفيروس نفسه او على الدي ان ايه الحمض النووي بتاعه يمكن اشهرهم البي سي ار اللي بندور فيها على الدي ان ايه بتاع الفيروس دي بتدور على الفيروس نفسه يعني حضرتك بوزيتيف ايجابي يبقى عندك الفيروس دلوقتي ده تاكيد للتشخيص صح في منها حالات سلبي بيكون الفيروس موجود يعني تعمل المسحه هي ما تلاقيش البي سي ار او الحمض النووي بتاع الفيروس لكن انت لسه عندك الفيروس فلما تلاقيها سلبي لو حضرتك عملت المسحه مش معناه ان انت ما عندكش الفيروس لكن لو ايجابي يبقى عندك الفيروس في مساحات تانية بتدور على الأنتيجن اللي هو نوع من البروتين او حته من الفيروس حته تانية برضو من الفيروس دي ميزتها ان هي تحليل سريع المساحات السريعه اللي هي بتتعمل تعملها زي اختبار الحمل وانت قاعد تشوف ايجابي ولا سلبي برضو احيانا كتير بتطلع خطا ان هي مسحه سلبيه لكن انت لسه عندك الفيروس هي ما تقدرش تستبعد الفيروس لكن اي طريقه كويسه تقول والله الراجل ده عنده فيروس او ما عندوش. ممكن طبعا في مساحات تانية بتدور على الاجسام المضاده وفي تحليل دم بتدور على اجسام مضاده يعني الكلام ده لا يفيد في التشخيص بشيء ده يقول والله انت عندك مناعه انت جالك فيروس قبل كده ولا لا ونادرا ما بيستخدم الكلام ده لان احنا لسه مش عارفين المناعه دي بتقعد قد ايه وفايدتها ايه وهل هي كافيه ولا لا محدش بيعمل الكلام ده فخلاصه الكلام في المساحات ان المسحه اللي بتدور على البي سي او النات اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس ال دي ادق واحده ودي التشخيص الاكيد ان انت عندك الفيروس وزي ما قلنا لو سلبي مش شرط يكون مش عندك، ممكن تكون سلبي لكن انت عندك الفيروس هي بس المسحه اللي ما لقطتش الفيروس. <applause> رقم ثلاثه اشتري ايه؟ لو انا عايز اشتري حاجه عشان تساعدني اشخص الفيروس لا قدر الله عندي او عند حد من حبايبي في البيت، اشتري ايه؟ والله لو لقيت المسحات بتتباع وعايز تشتريها اشتريها، مفيش مشكله، هي دي بتاكد لك في فيروس ولا مفيش، لكن الاهم جهاز ضغط، جهاز قياس اكسجين، ترمومتر، جهاز سكر لو في حد عنده سكر في البيت دي الحاجات المهمه الهدف منهم انك تعرف امتى لا قدر الله الامور خطر يعني لو في مريض في البيت يتعالج في البيت واحد عنده كوفيد يقعد في البيت الاجهزه دي بتقول لك امتى الشخص ده لازم يروح مستشفى طبعا محتاج اقول لك انك لازم تكون بتعرف تقيس الضغط ما يبقاش عندك جهاز ضغط في البيت وتجرب فيه من غير ما تكون تعرف تقيس ضغط مظبوط ومهم اقول لك انك لو اشتريت جهاز قياس اكسجين لازم يكون جهاز محترم كتير من الناس اللي بعتت لي بعتالي مرعوبه بسبب ان الاكسجين عندهم في البيت قليل جدا وفاكرين ان الشخص اللي تعبان ده محتاج رعايه مركزه والسبب ان الجهاز مش محطوط على الصبع صح او ان الصبع بردان الشخص بردان فالقياس مش مظبوط او انهم شاريين جهاز تعبان فبيدي قراءات سليمه عاليه 90 حاجة في 100% اكسجين والشخص تعبان ولا قدر الله تحصل مضاعفات لان جهاز رخيص تعبان مش عارف يشخص ان الاكسجين بيقل فمهم نجيب جهاز محترم ونتعلم ازاي نقيسه عموما هنعمل فيديو مخصوص عن كل واحد من دول ازاي تشتري جهاز ضغط وازاي تقيس الضغط ازاي تشتري جهاز اوكسيميتر وازاي تفهم قرايات الاكسيميتر وهكذا <applause> رقم اربعه الاشاعات وما ادراك ما الاشاعات اكتر حاجه بتتبعت لكل دكتور دلوقتي هي الاشعات والواحد يبدا يكح يجي عامل اشعه مقطعيه على الصدر وباعتها لنا وطبعا دي لا تعني اي شيء الاشعات في اول ايام غالبا ما فيها اي حاجه والكليه الامريكيه للاشعه وصلت لاستنتاج ان يا جماعه ما تعملوش اشعات اصلا غير لما يكون مريض شديد حالته شديده في المستشفى ما حدش يعملها من البيت ليه الكلام ده لان في حالات كوفيد شديده جدا وما بيبانش حاجه في الاشعه والاهم ان كوفيد في اول ايام غالبا ما بيبانش حاجه في الاشعه لا العاديه ولا المقطعيه واغلب الناس بتروح تعمل اشعه مقطعية تتعرض للاشعه وده خطير ما حاجه بسيطه تتعرض لمرضى تانيين قاعدين في دار الاشعه مستنيين الاشعه وكتير منهم عندهم الفيروس والا ازاي راح يعملوا اشعه ليه راحوا الاشعه لانهم عندهم حاملين الفيروس فانت ممكن تكون سليم بدات تكح تروح تعمل اشعه مقطعيه وانت سليم تاخد بقى الفيروس فعلا من حد وبعدين ترجع تتعب بعدها بسبب الاشعه اللي حضرتك عملتها غير الفلوس طبعا اللي حضرتك بتفقدها غير مش بتفيد في حاجه في التشخيص في الاول اللي يقول لك ان الاشعه المقطعيه دي بتقول ان عندك كوفيد غلط طبعا مع الاحترام لكتير من اطباء زمايلنا اللي يقصد ان الاشعه دي اشتباه عالي في انها كوفيد كتير جدا من الفيروسات بتدي نفس الصوره الاشعه ما ينفعش باي حال من الاحوال تقول لك ان ده فيروس كوفيد او مش كوفيد عشان اقول لك ده كوفيد او كوفي سارس لازم اعمل مسحه والاقي الفيروس يعني الخلاصه ما تعمل الاشعه غير لو دكتور طلبها منك ولو لا قدر الله حالتك شديده. نيجي بقى للعلاج، نقطه رقم خمسه، عندك اوجاع، تكسير في جسمك، صداع، الام عامه، متدغدغ، باراسيتامول، بانادول، ادول، الحاجات دي كلها، اللي هي الباراسيتامول، امن وكويس، حسب وزنك وسنك ممكن تاخد لحد جرام في اليوم اربع مرات مع سوائل كفايه وراحه، هو ده علاج حضرتك، كام يوم وان شاء الله تبقى كويس، نقطه. رقم 6 مضادات الالتهاب غير الستيرويدية النانس اللي هي الكتافلام والبروفين والايبوبروفين والديكلوفيناك والكاتافاست وكل الادويه اللي هي المسكنات القويه دي كان في اول الكوفيد او يمكن في شهر يونيو كانت طلعت تقارير ان الادويه دي بتسبب انتشار لكوفيد او ان المرض يبقى شديد وده نتيجه انها بتشتغل على مستقبلات الفيروس نفسه في الخلايا بيشتغل عليها يمكن الكلام ده لم يثبت صحته ولكن اللي ثابت صحته ان الادويه دي المسكنات القويه اللي هي الغير ستيرويديه ديت اللي قلنا عليها سهل جدا تسبب فشل كلوي وسهل جدا تسبب قرحه في المعده وتنزف لا قدر الله انت في غنى عن الكلام ده لو لا قدر الله الالم شديد جدا والصداع شديد جدا والتكسير شديد جدا والباراسيتامول مش شغال ممكن نستخدم حبايه حبتين من المسكنات القويه دي لكن ما تخليش ده علاجك ابدا وما تطولش عليه الناس اللي بتروح تاخد حقنه كتفلام كل يوم صبح وبالليل علشان تبقى تحس كويسه بيقولنا في الاخر بفشل كلوي او بيروحوا لزمايلنا بنزيف في قرحه في المعدة. رقم سبعة الكحة هي اللي مضايقاك والاحتقان اللي في مناخيرك والاحساس العام بال... بالتعب مفيش مشكلة ناخد مضادات هيستامين مفيش مشكلة ناخد ادوية كحة طاردة للبلغم كل ده مفيش منه مشكلة خالص هو مش علاج للفيروس عشان شفت ناس كتير بتقول ده البروتوكول بتاع وزاره الصحه مثلا المصريه بيقول ناخد استايل سيستين او ناخد مش عارف ايه مذيب للبلغم دي مش علاجات للفيروس دي علاجات لاعراض الفيروس الاعراض اللي ممكن يكون الفيروس كوفي سارس 2 او فيروس تاني الاعراض واحده والادويه دي علاج للاعراض خد منها ما دام ما عندكش حساسيه او ما عندكش موانع لها طبعا انبه الناس اللي عندها ضغط عالي او انبه الناس اللي عندها احتقان في البروستاتا مزمن او كبر في حجم البروستاتا ان بعض الادويه ديت ممكن لهم Check it. رقم 8 المضادات الحيويه طبعا ده رغم انه مش علاج للفيروس طبعا المضاد ما ومايتش الفيروس زي ما حضراتكم عارفين لكن يعتبر ده اكثر علاج كل مرضى كوفيد في العالم الحالات الشديده بتاخده لانه مش بيعالج الفيروس ولا حاجه ولكن لان انت تقريبا كطبيب ما تقدرش ابدا تكون واثق 100% ان مفيش عدوى بكتيريه جايه للمريض ده مع كوفيد او ان المسحه اللي انا عملتها للمريض وطلعت كوفيد موجود حتى عنده في زوره او في خلاياه مين اللي قال ان كوفيد هو اللي الاعراض ما يمكن عنده عدوى بكتيريه في الجهاز التنفسي هو اللي عامل المشاكل دي ففي اغلب الاحوال كل المرضى اللي عندهم اعراض جهاز تنفسي كرشه نفس تعب وإعياء جامد الكوفيد عامل لهم مشاكل كبيره وممكن يحتاج يدخل مستشفى او حراره متكرره ايام طويله أو ضيق في النفس أو كحة شديدة أو أو أكثر الناس دي في العالم كله يمكن بنوصل ل 90% من الحالات اللي بتدخل مستشفيات بتاخد مضاد حيوي. تخيل حضرتك إن علاجات الكوفيد اللي هنتكلم عنها بعد شوية العلاجات اللي بتتارجت الفيروس اللي بتيجي على الفيروس نفسه مش 90% من الحالات بياخدوها أبدًا أرقام أقل من كده كتير جدًا. لكن لحد 90% بياخدوا مضاد حيوي وهم عندهم كوفيد. مهم جدًا المضاد الحيوي لما الحالة يحصل لها تعب أو تدهور وفي بعض الحالات اللي هي معرضة للتدهور بنديها مضاد حيوي من بدري عشان ما تدهورش الناس اللي عندها ضعف من مناعة او الناس اللي عندها وزن زايد زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديوهات مين اللي ممكن يجيله كوفيد خطير ايه المضاد اللي حاول ناخده؟ مقدرش اقول لحضرتك حسب حالتك ولكن غالبا العالم كله بيبقى ما بين البنسلينات حاجات زي البنسلين كلاف والحاجات ديت او السيفالوسبورينز مجموعه السيفالوسبورينز مجموعه كبيره جدا او حاجات زي الدوكسي سايكلين، او حاجات زي عائله الماكروليدز اللي هي الازيثرومايسين والارثرومايسين والكلاريثرومايسين هي دي الادويه اللي غالبا بتعالج التهابات الجهاز التنفسي الرئتين والحنجره وال... واللوز وال... والانف والحاجات دي لحد 90% من المرضى اللي عندهم التهاب شديد بياخد واحده من الادويه دي مش بقول لحضرتك تخزن المضادات دي في البيت ابدا ولا تاخدها بدون داعي ولكن غالبا طبيبك هيوصفلك حاجة من الحاجات دي لو قدر الله عندك اعراض كوفيد وتعبان شويتين. رقم 9 الأكسجين. الاكسجين هو العلاج الاساسي لكوفيد ودور المستشفيات كلها والاطباء في العالم كله والتمريض والانظمه الصحيه اكبر فايده بتعملها المريض اللي عنده كوفيد شديد اللي هو ممكن يموت انها لما الاكسجين معدل الاكسجين في الدم ينزل نعوضه باكسجين كفايه سواء بالاكسجين نفسه اللي هو بخرطوم او انبوبه انف او ماسك او نديله اكسجين على اجهزه التنفس الصناعي زي ما هنقول دلوقتي لحد بس ما الجسم يتغلب على كوفيد سواء بمناعته الذاتيه او بان احنا نديله ادويه كمان تساعد اهم شيء اللي بيموت الناس فشل الجهاز التنفسي هو نقص الاكسجين مهم جدا فلازم احافظ على معدل اكسجين كافي ان القلب يدق وان المخ يشتغل وان العضلات تفضل سليمه والدم اللي هو شايل الاكسجين يوصل اكسجين كافي للخلايا عشان الانسان يعيش لحد ما يعدي هذه الازمه الاكسجين هو اهم شيء عشان كده كنت بقول لحضرتك ان خلي عندك اوكسيميتر او بالس اوكسيميتر او اللي هو جهاز قياس معدل الاكسجين في الدم اللي هو بجهاز صغير بيتحط على الصوبع ويكون جهاز نوع محترم وبيقيس صح وتحطه على صوبع دافي مش بردان ان الصبع لما بيبرد الدم بيهرب منه الجهاز لما يتحط عليه مش بيقيس قياسات غلط وبيخوف الناس ان ده الاكسجين واقع في الدم هو مش واقع ولا حاجه معدل الاكسجين الطبيعي كام في جسم الانسان والله تختلف اكتر الناس السليمه الصحيه اللي ما عندهاش امراض مزمنه في الرئتين ومش بيدخنوا والكلام ده المفروض يكون الاكسجين عندهم اعلى من 94% نزل على 94 نبدا نقلق لازم نقلق والانسان ده المفروض ياخد اكسجين في الوقت ده طبعا هنا مش هتكلم عن الناس بقى اللي بتدخن وعندها امراض رئه مزمنه دي ممكن تحتاج اكسجين اقل من كده احيانا بيوصل ل 88% ولو زاد عندهم الاكسجين زياده بان احنا اديناهم اكسجين غلط ما كانش طبيب فاهم اللي اداهم الاكسجين في البيت بس جبنا انبوبه وحطيناهم على اكسجين اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل قبل كده في حلقة الجهاز التنفسي رقم عشرة ومصيبة المصايب كتير جدا من الاسئله اللي بتجيلي وكتير جدا منها من ناس للاسف شغاله في القطاع الصحي عن نيبولايزر لمريض كوفيد. النيبولايزر يا جماعه الناس اللي ما تعرفوش هو جهاز صغير كده بيوصل يا اما هواء يا اما اكسجين بس معاه دواء بيتحط له دواء يعني يا اما سالبيتامول يا اما اتروفنت يا اما دواء تاني عشان يوسع الشعب الهوائيه وبيتحط له ماسك على الوش وبيوصل لرئات المريض. يوسع الشعب الهوائيه، يعني لو المريض عنده ضيق في الشعب الهوائيه ضيقه وبتصفر ساعتها زي مرضى الربو او الازمه او مرضى اللي هم اللي عندهم رئه المدخن اللي بيدخنوا سنين طويله ده عنده ضيق الشعب الهوائيه عنده او مجاري الهواء ضيقه وبتصفر ونوسعها بالدواء ده اللي هو او غيره المريض بيرتاح ويتحسن مريض كوفيد ما عندوش الكلام ده مريض كوفيد مشكلته ان الرئه مش شغاله كويس ان الحويصلات الهوائيه والرئه عموما التهاب شديد مش مش بتوصل اكسجين كفايه من الهواء للدم فلما معدل الاكسجين عنده ينزل نديله اكسجين ونعالج الكوفيد او اي مرض تاني معاه ما نديلوش المصيبه الكبيره ان حالات كتير للاسف عندها كوفيد حد ابن حلال بيكتب لها وهو مريض قلب والازمه اللي عنده ضيق النفس والاكسجين النازل مش بسبب لا كوفيد ولا غيره ده بسبب ان عنده ازمه قلبيه نوع من جلطه في القلب او مشكله في قصور الدم اللي رايح للقلب تديله بتمول وبعدين تلاقي المريض او اهله بيتصلوا بالدكاتره ضربات قلبه سريعه دخل في فشل في عضله القلب الجلطه زادت المريض دخل في ذبحه صدريه غير مستقره الدنيا باظت السالبيتامول ما يتاخدش لواحد قلبه تعبان او واحد احتمال يكون ازمه قلبيه او ما يتاخدش لاي حد ما عندوش ضيق في الشعب الهوائيه ودكتور كشف عليه واطمن ان قلبه كويس ورقتينه فيهم ضيق في الشعب الهوائيه الموضوع ده خطير جدا يا جماعه كتير جدا بيجي لنا اسئله للاسف بعد ما تكون الحاله اتدهورت. الحاجه الثانيه بقى والادهى والامر ان النيبيلايزر ده للاسف بينشر الكوفيد وسط البيت او المكان اللي المريض بيتعالج فيه لو في البيت او في اي مكان. واحد بعت يسالني ان راح عياده الدكتور والدكتور بيكشف على الناس في حته وبعدين يدخلهم ياخدوا النيبيلايزر او الجلسه ديت في الاوضه اللي جنبه والمرضى التانيين كلهم قاعدين بره. يعني كل مريض الدكتور بيشتبه انه كوفيد بينقل الكوفيد لكل المرضى اللي قاعدين بره في الاستراحه او في انتظار ان هم يكشفوا. مأساه للاسف. تخيل حضرتك إن الارشادات الطبية في تقريبا في العالم كله بتقول انك الافضل لو انت مريض ربو او ازمة اللي هو انت هتستفيد من النيبيلايزر لو انت عندك كوفيد ما اديلكش النيبيلايزر امال ايه اديلك البخاخ اللي هو الانهيلر لان نفس الدواء السالبيتامول ممكن تاخد بخاخ الاتروفنت اللي هو في, في ممكن تاخد بخاخ صح النيبيلايزر ليه فوائد تانية ولكن انا بضحي بالفوائد دي عشان ما انشرش المرض ده لو انت فعلا محتاجه الكلام ده للي بيسمعني عايز يعرف علاج الكوفيد ولزمايلنا التمريض ما زمايلنا الاطباء اللي يبدو ان مش واخدين بالهم الدنيا ماشيه ازاي. رقم 11 علاجات الرعايه المركزه، هو الرعايه المركزه تفرق في ايه عن المستشفى الاسم العادي او العنبر او السرير العادي في المستشفى، تفرق في ايه؟ تفرق ان عندهم اجهزه مش موجوده بره اللي هي التنفس الصناعي، مش لازم تنفس صناعي يعني احط انبوبه في زورك لا قدر الله ونقعدك على الجهاز اللي هو بيتنفس بدالك، احيانا التنفس الصناعي ان اوصل ماسك بوشك والماسك ده يزق لك الهواء بضغط معين سواء بقى بنسميه سي باب او ان اي في او باي باب او تنفس اللي هو مش على الجهاز والانبوبه في في المريض والكلام ده زائد طبعا ان في الرعايه المركزه التمريض بقى متابع المريض طول الوقت بيعمل له رعايات ثانيه جانبيه غير اللي هو الاهتمام برئته او بتنفسه لكن المهم هنا بس اللي عايز انبه الناس عليه ان بعض الناس وصل بيها الامر انها اشترت اجهزه السي باب او اجهزه تنفس صناعي بسيطه وحطتها في البيوت الموضوع مش ببساطه دي يا جماعه انا مقدر ان البلاد اللي انتوا فيها الوضع فيها صعب وانت خايف لا الله على حد عندك في البيت يجيله كوفيد شديد ويحتاج يروح مستشفى وما يلاقيش سرع عنايه انا فاهم وبعض الناس اشترت جهاز سي باب ب 40 وب 50 الف جنيه في مصر عشان يحطه عنده في البيت بس علشان And... احتياطا، مشكلة حضرتك ان لو لا قدر الله حطيت وصلت حد عندك في البيت على السي باب ده، انت طبعا معرفش انت دارس هتستعمل السي باب ازاي والاعدادات بتاعته ازاي، ولكن ان المريض ده محتاج قياس غازات في الدم كل ساعة، عندك جهاز في البيت قياس غازات في الدم مستحيل، بعض المستشفيات ما فيهاش الجهاز ده، ولما تعمل له قياس غازات في الدم هتعرف تحلل يعني ايه غازات في الدم؟ هتعرف تتعامل معاها وتدي له المحاليل اللي تعوض المشاكل اللي في الجا... اللي في غازات الدم، الكلام ده يا جماعة مستحيل يتعمل بره الرعاية المركزة، أنا مقدر ان الوضع صعب في بعض البلاد بشكل صعب جدا وفي مصر انا عارف لكن مش معنى كده ان ناذي نفسنا بنفسنا لا انا لف لحد ما اوصل لسرير رعايه مركزه ولا ان انا اعمل الكلام ده في البيت لان انا بحكم بنفسي على المريض ان انا موته يمكن الحاجه الوحيده اللي بتتعمل في الرعايه المركزه اللي بننصح الناس تعملها في البيت لو قدر الله بدا يحس بضيق في النفس مع العلم انه لازم يروح مستشفى طبعا بس لحد ما يروح مستشفى او وهو مستني سرير والكلام ده ان ينام على بطنه لو النوم على البطن ده ثبت انه بيحسن الاكسجينيشن بتاع الجسم او معدل الاكسجين عند كتير من الناس وده بيتعمل في الرعايه المركزه في كل الاحوال، فلو نقدر ننام على البطن ولو في اكسجين في البيت لحد ما نوصل المستشفى ده كلام كويس، وطبعا ما ينفعش لكل الناس. رقم 12 المحاليل الوريديه او المغذيات. المحاليل مش علاج. المحاليل بتموت بعض الناس اللي عندها قصور شديد في الكلى او فشل في عضله القلب او كبار السن عموما ممكن تاذيهم المحاليل المحاليل ممكن تاذي اي حد سليم لو اديته محاليل غلط فيها نسبه املاح غلط الكلام ده كله دكتور سامعني طبعا عارفه كتير كويس جدا احسن مني المشكله ان بعض الناس مش واخده بالها من الكلام ده وبتظن انها بت... بتفيد نفسها او بتفيد حبايبها انه خده علق له محلول او هات له ممرض او ممرضه في البيت يعلق له محلول الموضوع مش كده ده علاج يتاخد لما يكون في ضروره بنديه امتى أو بالضروره امتى؟ في حالات كتير احيانا يكون جفاف شديد، المريض تعبان مش بياكل ولا بيشرب، فقدان سوايل، احيانا محتاج اغسل كليته انظف كليته لان الكليه بدات تدخل في حاله فشل نتيجه المرض الشديد، اسباب كتير لكن كل ده تحت اشراف طبيب مباشر. <applause> رقم 13 وتستاهل تبقى رقم 13، الموضه، النحس اللي بتودي الناس في داهيه، اللي منتشره للاسف، بشوفها في مصر كتير جدا من كل الناس اللي بتبعت ومنتشره في كتير من البلاد العربيه، والعالم كله عداها خلاص، ادويه التجلط او السيوله او سيوله الدم، الدي دايمر، التحليل اللي كل مريض عنده اشتباه كوفيد، للاسف فانا محرج اقولها ان بعض الاطباء يجي يمشيه على مضاد التجلط، انا مش هحكم طبعا على الاطباء الزملاء اللي بيحكموا اللي بيدوا المضادات التجلط لان في حالات طبعا اكيد لها سبب فانا ما اقدرش اقول لحضرتك ان لو دكتور بتاعك قال لك خد مضاد التجلط هبارين او مش عارف ايه او كليكسان او غيره يبقى الدكتور بيقول كلام غلط، ما اقول الكلام ده، اكيد الزميل اللي قال لك الكلام ده عنده سبب، ممكن يكون في جلطه شاكك فيها او غيره، لكن اكبر خطا منتشر وللاسف كتير من زمايلنا بيشوفوه وعارفينه ان دكتور يحلل تحليل دي دايمر دي دايمر ده دا بروتين موجود في الدم بيحصل او هي اجزاء من بروتينات بتتوجد في الدم نتيجه تكسر الجلطات الصغيره في جلطات صغيره بتتكون في دمك كل شويه اتعورت تعويره صغيره كونت جلطه عشان توقف النزيف الجلطه الصغيره ديت اتكسرت تبدا تجم... تطلع بروتينات صغيره اسمها دي دايمر اجزاء صغيره من بروتينات في كلام كتير وفي ادله ان كوفيد ممكن يسبب تجلطات للاسف كتير من الاطباء او بعض الاطباء بيحلل دي دايمر يلاقيه عالي يقولك ده في تجلطات ده كوفيد هيموتك اديله مضاد تجلط الدي دايمر هو اصلا بيرتفع في حالات الالتهابات وكوفيد حاله التهاب مفيش دليل طبي محترم في العالم بيقول ان مريض كوفيد يمشي على ادويه مضاده للتجلطات كان في بعض الكلام كلام ضعيف جدا ولم يثبت ومفيش حد في الدنيا ماشي بيه ادويه السيوله دي ممكن تسبب مصايب ممكن تسبب نزيف في المخ ممكن تسبب حاجات كتيره جدا وما لهاش فايده <applause> رقم 14 اللي هتزعل ناس كتير هيدروكسي كلوروكين والكلوروكين الادويه اللي كانت اتشهرت في الاول واللي دونالد ترامب كان ماشي عليها واللي كان اسمه بروفيسور راؤول بتاع فرنسا ده بيتكلم عنها والكلام كتير اللي اتقال ما فيش دليل ان كلوروكين او هيدروكسي كلوروكين بيفيد مرضى كوفيد نقطه المشكله ان بعض الدول حطاه في البروتوكول بتاعها وانا عارف ان مصر حطاه في بروتوكول والمغرب تقريبا حطاه في البروتوكول والجزائر مش فاكر في دول حطاه في بروتوكول ما فيش دليل فيش دوله في الدول العالم الاول بتمشي المرضى بتوعها عليه والله بقى حضرتك عايز تاخده انت حر الدراسات الكبيره اللي اتعملت على الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين كتير منها وقف لان لقوا الضرر اللي حصل للمرضى اللي بتاخدوا الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين اكبر من الضرر للمرضى اللي ما خدوش خالص اللي سبناهم بس ادناهم اكسجين وباراسيتامول حالتهم اتحسنت احسن من اللي خدوا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين مفيش دوله محترمه بتمشي عليه طلع من كل الارشادات الطبيه في العالم كله انا عارف ان بعض الدول العربيه للاسف حطها في البروتوكول ريمدي سيفير اوكي الدواء ده بره بره جسم الانسان ليه ده مضاد فيروسات وبيشتغل على فيروس كوفيد فعلا وفيزارس 2 بيموته بشكل او باخر بيضعف فيروس بيموته بياثر عليه جوه جسم الانسان وفي التجارب وكده الموضوع مختلف بعض الدراسات قالت فعلا بيفيد والناس اتحسنت اسرع من اللي ما خدتوش وبعض التجارب قالت لا فالموضوع لسه يعني كل دوله وكل مجمع علمي ماشي بطريقته ما اقدرش اقول لحضرتك خده او ما تاخدوش في كل الاحوال انا مش بقول لك في الفيديو ده خد أي دواء من اللي بقول عليهم، أنا بس بقول لحضرتك إن دي الطريقة اللي بنعالج بيها كوفيد سواء في البيت أو في المستشفى، لو الطبيب بتاع حضرتك اتفق معاك إن هو أفيد لك وطبعاً بنديه للناس الكبيرة بس مش للأطفال، بنديه للناس اللي وظائف الكلى بتاعتها سليمة بس، بنديه للناس اللي عند على أكسجين أو في رعاية مركزة بس، مش بنديه للناس اللي وضعها أو الكوفيد بتاعها خفيف أو بسيط أو أي حاجة من الحاجات التانية دي. <applause> رقم 16 ديكساميفاسون. العلاج الوحيد تقريبا اللي ثبت انه بيفيد المرضى اللي على اكسجين وفي الرعايه المركزه وما ثبتلوش اي اضرار تقريبا في النوعيه دي من المرضى، صح بيرفع السكر، صح بيرفع الضغط، دي اضرار الكورتيزون اللي احنا عارفينها، لكن في المرضى دول ثبت انه فعلا بيحسن بيحسن فرصتهم في الحياه والشفاء والخروج من المستشفى بدري. المشكله اللي بشوفها كتير جدا وكنت متاكد كتير من زمايلي بيشوفوها ان ايه ده عندك كحه وبرد وعطس انت عندك كوفيد؟ خد ديكساميثازون الصيدلي يديه الدكتور الممارس العام او الدكتور اللي مش متخصص يديه او المريض ياخده منه لنفسه هنا انت بتضر نفسك مش بتفيد نفسك ديكساميثازون يسبب ضغط ويسبب سكر يسبب حاجات كتير جدا اتكلمنا عنها قبل كده في موضوع اضرار الكورتيزونات ولكن لحالات معينه ينفع ما تاخدهوش ده بالعكس ده بيضعف المناعه يعني لو حضرتك عندك كوفيد خفيف بسيط وخدت ديكسامتازون اه مفيش دراسات قالت ايه اللي بيحصل بس احتمال كبير الكوفيد يسوء لان انت بتضعف مناعتك بالكورتيزون اه هيحسن اعراضك الكورتيزون سحر احنا عارفين كلنا ان الدكساميثازون والكورتيزون عموما سحر غالبا الكحه هترتاح وهتحس نفسك ماشي فوق السحاب والالتهاب هيروح ولو مناخيرك هتفك وكل حاجه وحشه هتروح بس كوفيد ممكن يسوق ولقد الله ممكن يدخلك في مضاعفات خلي بالك حالات معينة بس هي اللي تاخد ديكساميثازون بالمناسبة أكتر غلطة بشوفها في الموضوع ده موضوع ديكساميثازون ده بالذات شفتها خلال الشهور اللي فاتت إن واحد ياخد روشتة أو وصفة كانت مكتوبة لغيره ياخدها كوبي وبيست ويمشي عليها مريض عنده كوفيد شديد وعلى أكسجين ومكتوب له ديكساميثازون أنت تقوم أخد زيه تأذي نفسك أو إنك تسأل دكتور على واتساب وتاخد منه نصيحة يوم الدكتور بعت لك كوبي وصفة معينة عنده تأذي نفسك مفيش كشف عند دكتور على واتساب رقم 17، بلازما المتعافين أو الكونفليسنس بلازما، ده احنا هنا بناخد عي... الفكرة كلها إن عيان أو واحد جاله كوفيد، مناعته كويسة، خف منه، جسمه كون أجسام مضادة، الأجسام المضادة دي تمسك كوفيد، تمسك الفيروس، تخلص عليه، أقوم بعد الشخص ده ما يخف، أخد أقيس معدل أجسام مضادة عنده، وده للأسف مش دايما بيتعمل، هو الصح إن ده اللي يتعمل، أقيس معدل أجسام مضادة عنده، إذا لقيتها عالية، أقوم أخد منه ع... نسخ عينة بلازما، شوية بلازما، وأديهم للمريض اللي عنده كوفيد شديد ومش قادر بنفسه يعمل أجسام مضادة يعالج نفسه، فأقوم خد ال... ب... الأجسام المضادة أديها له تقوم تمسك في الفيروس تتكلبش تكلف... فيه لحد ما يخف المريض. ثبت فعاليتها في بعض الحالات، بعض الدراسات مش متأكدة عموما يعني يمكن استخدامها وينصح باستخدامها كجزء من التجارب يعني تحت إشراف طبي ونشوف إيه اللي بيحصل منها والصح إن المريض اللي هناخد أو المتعافي اللي هناخد منه البلازما أحلله الأول معدل أجسام مضادة لأنه ممكن بعد ما خف خلاص الأجسام مضادة قلت جدا عنده عدى عليه أربع خمس شهور مبقاش عنده أجسام مضادة أخد بلازما منه وأديها لمريض تاني ليه <applause> رقم 18 الأجسام المضادة وحيدة الهدف اللي هي يعني المونوكلونال انتي بوديز ده علاج مبشر التجارب شغاله حتى الان حتى الان لسه لم يصرح باستخدامها ولكن بتستخدم كجزء من تجارب يعني تدخل في تجربه او دراسه طبيه وتاخدها كجزء من العلاج حاليا بريطانيا اختارت الاختيار ده للمرضى اللي عندهم ضعف في المناعه بدل ما ياخدوا اللقاح او تطعيم عشان ما يتعرضهمش لفيروس مضعف اديهم المونوكلونال انتي بوديز اللي هو ان انا جسم مضاد معمول عشان يمسك في الفيروس مخصوص واديه لهم يمسك في الفيروس اول ما يجي المرض طبعا لما يكون مرض انا ده علاج مش وقايه وتاني بقول ده مش علاج مصرح بيه ده بيتاخد كجزء من تجارب التجارب لسه شغاله الميزه في الموضوع ده انه مبشر وانه احتمال يبقى علاج ينفع الناس تاخده في البيت مش لازم تروح مستشفى عشان تاخده رقم 19، لو بتاخد ادوية اللي هي اللي بنقول عليها ايس INHIBITORS او اربس اللي هي الحاجات اللي زي كابتوبريل وانالابريل وليزينوبريل والحاجات دي ولوسرتان، الادوية ديت سواء للضغط او لمرضى السكر اللي عندهم زلال في البول، كان اول بداية الكوفيد كان طلعت تقارير من الصين وكوريا بتقول ان الناس اللي ماشية على الادوية دي إذا جالهم كوفيد، كوفيد بيجي لهم بشكل خطير، وكان برضو في كلام عن المستقبلات اللي الفيروس بيشتغل عليها في الخلية وعلاقتها بالايس ان تمام الدراسات دي بعد كده لم يثبت بعد تكرارها ان فعلا العلاقه دي سليمه والنصيحه الطبيه دلوقتي اللي بنقولها ان لو حضرتك ماشي على اي دواء من دول لا كمل عليه مفيش اي مشكله الاخطر انك توقف الادويه فالضغط بتاعك يعلى ده احنا عارفين انه خطر وممكن ياثر لو جالك كوفيد يجيلك خطير او ان يجيلك زلال في البول تاني لو كانت الادويه دي بتحكم الزلال بتاعك لان ده ممكن قدر الله يضيع لك الكلى بتاعتك فاللي ماشي على الادويه دي ما يخافش كمل عليها ما تسمعش كلام حد كمل الدواء بتاعك بالمناسبه النقطه دي ممكن تكون مهمه لو عندك اب او ام او عم او عمه او حد كبير كان ماشي على الادويه دي ووقفها بسبب خوفه من القصه دي ارجع للمصادر ارجع لكل المقالات الطبيه ارجع لاب تو ديت هنقول النهارده مصدرنا هو اب تو ديت واب تو ديت مبني على كل الدراسات اللي تمت خلال السنه اللي فاتت وكل دكتور عارف يعني ايه اب تو ديت <applause> رقم 20 الخناقه بتاعه كل مره فيتامين د والزنك عجبكم على العين والراس مش عاجبكم هعمل ايه مفيش دليل ان فيتامين د او الزنك بيفيدوا مريض كوفيد لا بيقوا من المرض مفيش وقايه بفيتامين د ولا الزنك ولا بيعالجوا المرض مفيش اي دليل مفيش دليل محترم اللهم الا ان لو عندك نقص في فيتامين د والدراسات تمت على حالات النقص الشديد يبقى خد فيتامين د عشان تعوض النقص اللي عندك والله حضرتك حللتي فيتامين د وطلع اقل من 25 او اقل من 30 خدي فيتامين د عشان تعوضي النقص ده لان ليه فوائد تانيه كتير في اسم. لكن ان هو ده بيعالج من كوفيد او بيقي من كوفيد ما اقدرش اقول نفس الكلام عن فيتامين سي انا عارف ان للاسف بعض البروتوكولات في الدول العربيه حاطه فيتامين سي او فيتامين د او الزنك ما اعرفش مفيش دليل مفيش دوله في العالم الاول بتعالج بالكلام ده مفيش دراسه محترمه اثبتت انهم فايده رقم 21 طولنا قوي النهارده اللقاحات والتطعيمات وهل هي خطر هي مفيده هل ناخدها ما ناخدهاش عملنا فيديو مخصوص بالتفصيل اتفرج على الفيديو عشان انا كنت خايف من التطعيم انا ما كنتش ناوي اخد التطعيم واتكلمت معاكم بالتفصيل ليه الموضوع ده اتفرج على الفيديو والموضوع ده مهم جدا رقم 22 ما بعد الكوفيد إعادة التأهيل موضوع مهم جدا ومفيش وقت نتكلم فيه النهارده وما يهمش ناس كتير في حضراتكم لكن في ناس من اللي جالها كوفيد الكوفيد بهدلهم وسابهم في وضع صعب جدا بعضهم فقد القدرة على المشي بعضهم جسمه اتكسر واتبهدل وطلع جلد على عظم زي ما بيقولوا بعضهم أثر عليه أثر نفسي شديد بعض جاله مضاعفات كتيرة جدا بعضها عصبي بعضها في جهاز تنفسي ناس قعدت في العناية شهور وطلعت إعادة التأهيل لو الموضوع ده يهم حضراتكم ممكن نجيب حد متخصص ونتكلم فيه بالتفصيل لكن مش مجاله النهارده لكن بس حابب اقول لحضراتكم واسالوا الناس اللي جالها كوفيد شديد ربنا يعافيهم كوفيد مرض خطير جدا ربنا يخلصنا منه على خير الحمد لله خلصنا الفيديو وان شاء الله ان شاء الله ده اخر فيديو اعمله عن كوفيد وعن كورونا ان شاء الله المرض ده هينتهي انا مستبشر التطعيم بدا بقاله اسبوعين او ثلاثه في اكتر دول العالم ان شاء الله المرض هينتهي انا مستبشر ان خلال شهر ان شاء الله الوباء ده هيبدأ ينحسر، وإن شاء الله خلال شهرين إن شاء الله مش هنسمع عنه، بإذن الله، أنا عارف إن غالبًا المرض هيعيش معانا، بس مش هيبقى هم، مش هنتكلم عنه، مش هنشوف في التلفزيونات، إن شاء الله إن شاء الله. معادي معاكم إن شاء الله بعد الوباء ده إن شاء الله خلال أسابيع ونرجع تاني لحلقتنا اللي أنا وحضراتكم بنحبها طب والعك، من بريطانيا دكتور محمد منصور طبيب بطن الكلى، قناة الدكتور، سلام عليكم.